موضوعنا اليوم يا حلوين يتكلم عن فراس وأنيس وميسون. راح نتعرف عليهم موضوعنا، راح نقرأ موضوعنا ونتهجى موضوعنا سوا وياكم يا حلوين. فراس وأنيس وميسون، عندنا فراس وأنيس وميسون. فراس اسم ولد وأنيس أيضا اسم ولد، وميسون اسم بنية، فإذا فراس اسم ولد وأنيس اسم ولد وميسون اسم بنية. فراس يرسم، فراس يرسم، فراس يعسو يرسم، فراس يرسم. أنيس يقرأ، أنيس يقرأ. سألت ميسون أين سلام. شوفوا هنا كلمة أين سلام وراها جت علامة استفهام. أين هنا راح نتعلمها إنه أين هي أداة استفهام. أين أداة استفهام تسأل عن مكان شيء أو مكان شخص. هنا دي يسألون عن مكان سلام، وين سلام؟ دي يسألون لما نسأل عن شخص، إحنا ما نقول أين مثلا، أين أحمد، أين محمد، نقول مثلا وين محمد، وين أحمد. فهنا سؤال عن المكان أو سؤال عن الشيء، فنسأل أين سلام. دائما من نسأل وراء أداة السؤال أو أداة الاستفهام بعد ما سألنا عنها، راح تجي علامة السؤال، علامة الاستفهام تجي وراء ما ننتهي من السؤال. فانتهينا من السؤال جت وراء علامة السؤال أو علامة الاستفهام. سلام في البستان، جاوبناها سلام في البستان. فأين هنا ننتبه عليها وكنا نعرفها، لازم أين أداة استفهام، أداة استفهام تسأل عن مكان أو مكان شخص أو عن شيء. أين لازم بعد ما تنتهي السؤال لازم نخلي علامة الاستفهام أو علامة السؤال، لازم نتعلم كتابتها هذا الشكل، هي تنكتب هذا الشكل، نتعلم كتابتها ونجاوب عنها بعد ما سألنا، نجاوب سلام في البستان. زين نتهجى سوى الموضوع يا حلوين، يلا يا أبطالي.